طيب اروح للطب النفسي. احنا هنا بناخد بالاسباب زي ما فضلتك قلت، يعني راي سيادتك في حاله سعاد، هل الطب ممكن يفسر الحاله دي؟ هل الطب ممكن يساهم في علاجها؟ بص، وهل قابلت حالات زي كده؟ اه كتير. طيب بص يا فندم، في عندنا الشخصيه بتاعت اي انسان تيجي من ثلاث عناصر: الوراثه، التربيه في الصغر، الخبرات الحياتيه. طلع لي شخصيه، في شخصيه عندي اسمها الشخصيه الهستيريه، لما بتتعرض لضغوط، وات ايفر الضغوط، ايه نوعيه الضغوط، تعليميه، ماديه، عاطفيه، اي نوع من الضغوط، بيحصل اضطراب نفسي اسمه اضطراب نفسي تحولي. اضطراب نفسي تحولي ده انا ممكن ايدي ما بتتحركش، عيني ما بتشوفش، بقي ما بيتكلمش، ما بسمعش، وات ايفر. ليه الانسان بيحصل له كده؟ لما بيكون عنده ضغوط يبقى عنده حرمان ايه؟ عاطفي. انا في عاطفه ناقصاني، مفيش اهتمام بيا، عايز حاجه معينه محدش بيديها لي، بدور على اهتمام من اللي حواليا. ببتدي هنا بدور على مرض يسحب الناس دي من اللا شعور. اوعى تفكر ان ده انا بعملها، في فارق ما بين ان انا امثل وبين ان انا مريض. دي نقطه دايما بنقولها حتى الاطباء الصغيرين، الاضطراب الهستيري ده مرض، اللي بيمثل ده حاجه تاني، ده سيموليشن، ده قصه تاني. فهو بيعمل حاجه وهو مش واعي ليها. لما يكون انسان عنيد، يكون الاسره فيها دائما الاب المسيطر والام السلبيه، بيبقى هنا في صراع، فبلجأ الى المرض كحيله دفاعيه للحصول على المكاسب العاطفيه. لما بنيجي ندور هنا في الاستاذه سعاد، اول حاجه كل الدكاتره دي ما فكرتش ليه ان انا سعاد احجزها في المستشفى. دي لما تحجز في المستشفى، لا في دبابيس بقى ولا حد هيقدر يشوف، نشوف الكلام ده يحصل في المستشفى ولا لا. ونشوف هل النهارده الابر دي هتيجي من الله معقول، ولا احنا بندور عليها عشان ناذي بيها نفسنا. حالتها بقى عايز تفسير. اضطراب هستيري تحولي هنا بيعمل حاجه اسمها ايذاء النفس بلا شعور. انا باذي نفسي من غير ما اكون واعي للاذى ده، للحصول على مكاسب 90% منها عاطفيه، اهتمام. بعد اذن حضرتك النهارده زي سعاد، ما هي هتعلق عليا. طيب. وانا هجاوبها. الانسه سعاد لازم ابعدها عن الاب، اخدها في مستشفى تقعد 15 يوم ونشوف الكلام ده، تلاقي القصه دي اختفت. اتفضلي يا سعاد، تقولي ايه؟ انا حاليا في حاجه خشت في ايدي.